الملحمة بالنسبة لي هي حاجة وفخر وحاجة كبيرة، لأنه فيها أشياء كبيرة اللي كتمسني كمغربية وكفنانة. أول شيء روح المواطنة اللي كانت، ثاني شيء وهو أهم، وهو أنه حدث مغربي اللي تقدمنا له 5 سنين، وأخيرا يعني أنا بالنسبة لي المغرب فيه كل المواصفات أنه يستقطب ويكون أهل يكون فيه 2026، ف يعني بكل المقاييس احنا اهلها، فشرف لي واضافه كبيره لي انني شاركت في هذه الملحمه وانني مثلت الصحراء المغربيه، يعني الصحراء المغربيه برفقه اخواني الاعلاميين والمثقفين والفنانين. وباش ما ننساش يعني كنبغي نذكر من سعيد الناصري والسعيدي وحياه جبران وإلى آخر طفل يعني صغير سام بديك الابتسامة حتى لو ما حافظش، فما نبغيش ننساه. كلهم الناس شكلوا يد في يد، وفعلا من لا شيء خرجنا كل شيء. أنا بالنسبة لي لأنه أبطال هذه الملحمة كتكلم على حاجة أنا بالنسبة لي أكثر من أنه حتى تنظيم كأس العالم، يكفي أن جمعت هذا الكم الطيب من الناس.